اهتمت رواية الأبلة للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي. الفصل التاسع. حين وصلت إليزابيث بروكوفيفنا إلى الدار، توقفت في الحجرة الأولى، وإذ لم تقوى على المضي إلى أبعد من ذلك، تهافتت على ديوان منهكة منهدة، حتى لقد نسيت أن تدعو الأميرة إلى الجلوس. هي قاعة كبيرة ذات مدفاة، وفي وسطها مائدة مستديرة. إن أزهارا كثيرة تتكدس على رفوف فيها تحت النافذة، وفي آخر القاعة باب ذو زجاج يفضي إلى الحديقة. وسرعان ما ظهرت أديلايد وألكساندرا تنظران إلى الأمير وإلى أمهما مدهوشة سائلة مستطلعة، إذ اعتادت الآنسات أن يستيقظن في المصيف في نحو الساعة التاسعة، لكن أجلايا أصبحت منذ يومين أو ثلاثة أيام تستيقظ قبل التاسعة بقليل، وتمضي تتنزه في الحديقة، لا في الساعة السابعة على كل حال، بل في الثامنة وحتى بعد الثامنة. حقا لم تعرف إليزابيث بروكوفيفنا سبيلا إلى النوم طوال الليل من كثرة الهموم التي كانت تملأ رأسها، وقد نهضت في الساعة الثامنة لتذهب إلى الحديقة وتلحق بأجلايا التي كانت إليزابيث بروكوفيفنا تعتقد أنها صحت من نومها وقامت من فراشها، لكنها لم تجدها لا في الحديقة ولا في غرفة نومها، فشعرت بروع شديد وأيقظت ابنتيها الأخرتين، وقالت الخادمة إن أجلايا إيفانوفنا قد ذهبت إلى الحديقة العامة قبل الساعة السابعة. فضحكت الأختين ضحكا ماكرا حين علما بأمر هذه النزوة الجديدة التي بدت لأختيهما الصغرى ذات الخيال الجامح، ولفتتا نظر أمهما إلى أن أجلايا يمكن أن تغضب إذا مضى أحد يبحث عنها في الحديقة العامة، وقالتا إنهما لابد أن تكون الآن جالسة إلى كتاب بيدها على الدكة الخضراء التي تكلمت عنها منذ ثلاثة أيام، وأوشكت أن تشتجر في شأنها مع الأمير شيتش الذي زعم أنه لا يوجد في المكان الذي تقع فيه تلك الدكة أي جمال خاص. فلما وقعت إليزابيث بروكوفيفنا على ابنتها متواعدة مع الأمير وفاجأتها تنطق بتلك الأقوال الغريبة، شعرت برعب شديد له في الواقع أسباب كثيرة تبرره وتسوغه، ولكنها بعد أن جرت الأمير معها خشيت نتائج مبادرتها. تساءلت لماذا لا يجوز أن تلتقي أجلايا بالأمير في الحديقة وأن يجري بينهما حديث ولو على سابق موعد. قالت أخيرا وهي تحاول أن تسيطر على نفسها: لا يذهبن بك الظن يا عزيزي الأمير أنني جئت بك إلى هنا لكي أستجوبك، ولعلني يا صديقي الطيب كنت أثر بعد الذي جرى في مساء أمس ألا أراك مرة أخرى خلال مدة طويلة. وانقطعت عن الكلام لحظة، فبادرها الأمير بقوله: لكنني أقدر أنك تحبين أن تعرفي كيف التقينا اليوم أنا وأجلايا إيفانوفنا. فأجابته إليزابيث بروكوفيفنا باندفاع: طبعا أحب أن أعرف ذلك، أنا لا أخشى أن أقابل بالحقيقة، إنني لا أسيء إلى أحد ولم أشأ أن أسيء إلى أحد. طبعا إن الرغبة في معرفة ذلك لا تشتمل على إساءة إلى أحد، لقد التقينا اليوم أنا وأجلايا إيفانوفنا قرب الدكة الخضراء في الساعة السابعة تماما على موعد ضربته لها أمس، لقد أعطتني في مساء أمس رسالة تقول فيها إنها تريد أن تراني وأن تكلمني في أمر هام، فالتقينا وتكلمنا خلال ساعة في شؤون لا تتعلق إلا بها وحدها، ذلك كل شيء. قالت إليزابيث بروكوفيفنا بلهجة رصينة: طبعا هذا كل شيء يا صديقي، لا يساورني أي شك في أن هذا كل شيء. قالت أجلايا وهي تدخل الغرفة فجأة: أحسنت جدا يا أمير، أشكر لك من أعماق قلبي أنك اعتبرتني عاجزة عن الانحدار إلى حيث ألفق كذبة. أأنت راضية الآن يا ماما أم تراك تريدين أن تمضي في الاستجواب إلى أبعد ذلك؟ ردت عليها إليزابيث بروكوفيفنا بلهجة من يلقي درسا: تعلمين حق العلم أنني
لم يتفق لي في يوم من الأيام أن يحمر وجهي أمامك، رغم أن ذلك كان يمكن أن يحدث لك لذة. ثم التفتت تقول للأمير: أستودعك الله يا أمير، اغفر لي إزعاجي لك، أمل أن نظل وأن تظل مقتنعا بأن تقديري لك ثابت لا يتغير. وسرعان ما حي الأمير أم الفتاة، ثم انسل صامتا لما لا ينبس بكلمة، وارتسمت ابتسامة على شفتي كل من أديلايد وألكساندرا، وأخذتا تتهامسان. فألقت عليهما إليزابيث بروكوفيفنا نظرة قاسية. قالت أديلايد ضاحكة: إنما يحملنا على الابتسام هو أن نرى الأمير يلقي تحيته بهذا الجلال وهذه الفخامة. إنه في العادة من فرط خراقته أشبه بكيس، ثم إنه هو يصطنع الآن آدابا وحركات كأنه أوجين بافلوفيتش. قالت إليزابيث بروكوفيفنا بوقار: رفعة الذوق ورهافة الحس والشعور بالكرامة أمور تنبع من القلب ولا يعلمها أساتذة الرقص. صعدت إلى غرفتها حتى دون أن تلقي نظرة على أجلايا. وحين عاد الأمير إلى بيته في نحو الساعة 9، وجد على الشرفة فيرا لوكينوفا وخادمة. كانت قد رتبت المكان وكانت تطال الأرض بعد سهرة البارحة الصاخبة. قالت فيرا مرحة: الحمد لله، انتهينا من العمل قبل عودتك. صباح الخير، إن بي بعض الصداع ولم أنم نوما مريحا، أود لو أرقد قليلا. هل تحب أن ترتاح هنا على الشرفة كأمس؟ هذا حسن، سأقول للجميع ألا يوقدوك. بابا خرج. انصرفت الخادمة وانصرفت وهي تتظاهر مع فيرا بأنهما يتبعان بعضهما البعض، لكنها عدلت في ذلك واقتربت من الأمير مهمومة وقالت له: أمير، أشفق على هذا البائس، لا تطرده اليوم. قال الأمير: لن أطرده بحال من الأحوال، سيفعل ما يحلو له أن يفعل، الآن لن يفعل شيئا، لا تكن قاسيا معه. طبعا لن أكون قاسيا معه، على ما أكون قاسيا. ثم: لا تضحك عليه، لا تستهزئ به، ذلك هو الأمر الأساسي. حتما لن أفعل، قالت فيرا وقد احمر وجهها. سخف مني أن أقول هذا الكلام لرجل مثلك، ثم أضافت تقول ضاحكة قد استدارت نصف استدارة نحو الباب: رغم أنك متعب مكدود، فإن عينيك في هذه اللحظة تعبران عن أبلغ الطيبة وأعظم السعادة. فسألها الأمير بحرارة: أهما تعبران عن سعادة عظيمة حقا؟ وانطلق يضحك ضحكة صريحة واضحة. ولكن فيرا التي تتصف بالبساطة وتتصف برفع الكلفة وعدم التحرج كأنها صبي، سرعان ما خجلت خجلا كبيرا واضطربت اضطرابا شديدا وازداد احمرار وجهها كثيرا. ثم إذا هي تخرج فجأة دون أن تنقطع عن الضحك. قال الأمير يحدث نفسه: يا لها من فتاة رائعة. ثم سرعان ما نسيها وانسحب إلى ركن من الشرفة فيه السرير، وجلس قبالة مائدة صغيرة وغطى وجهه بيديه ولبت على هذا الوضع زهاء 10 دقائق. وفجأة دس يده في جيبه الجانبي قلقا فأخرج منه 3 رسائل. لكن الباب فتح من جديد ودخل كوليا، فشعر الأمير بما يشبه الفرح لهذه الفرصة التي تتاح له أن يعيد بها الرسائل إلى جيبه وأن يرجئ قراءتها. جلس كوليا على السرير ولم يلبث أن بارا يدخل في الموضوع دفعة واحدة بما هو معهود في أمثاله من انطلاق. يا له من حادث، ما رأيك الآن في هيبوليت؟ هل فقد اعتبارك؟ على ما يفقد اعتباري، ولكنني متعب، متعب يا كوليا. ثم إن العودة إلى هذا الموضوع أليمة، كيف حاله الآن مع ذلك؟ إنه نائم وأغلب الظن أنه لن يستيقظ قبل ساعتين. أنا فاهم أنك لم تبت ليلتك بالدار، بل ذهبت إلى الحديقة العامة، شيء طبيعي لأنك كنت متأثرا مضطربا لا أقل من هذا.
كيف عرفت أنني ذهبت إلى الحديقة العامة وأنني لم أبت ليلتي بالدار؟ قالت لي فيرا منذ لحظة وقد أوصتني بأن لا أدخل، لكنني لم أطق صبرا. أردت أن أراك ولو دقيقة. لقد قضيت هاتين الساعتين قائما على المريض، والآن يقوم عليه كوسيتا لبيديف. أما برودوفيسكي فقد مضى. الخلاصة، أرقد يا أمير، أتمنى لك ليلة بل يوما سعيدا، ولكن هل تعلم؟ أنا مشدوه مذهول، لا غرابة في ذلك بعد كل الذي وقع. لا يا أمير، لا، إن ما يدهشني ويذهلني هو الاعتراف، ولا سيما الجزء الذي يتحدث فيه عن العناية الإلهية والحياة الآخرة. هنا فكرة ضخمة. نظر الأمير إلى كوليا بعاطفة وحنان. لا شك في أن كوليا إنما جاء ليتحدث مع الأمير في تلك الفكرة الضخمة. فقال كوليا: لكن الشيء الأساسي ليس الفكرة ذاتها، بل الظروف التي نبتت هذه الفكرة في ظلها. فلو أن الذي عبر عن هذه الفكرة فولتير أو روسو أو برودون لقرأتها ولاحظتها دون أن تدهشني إلى ذلك الحد من الإدهاش. أما أن يقول هذا الكلام إنسان موقن من أنه لم يبقى له أن يحيا على وجه هذه الأرض إلا 10 دقائق، فذلك مثال رهيب على الكبرياء والجبروت. إن هذا أسمى مظهر من مظاهر الاستقلال والكرامة الشخصية. إن هذا اقتحام للجسور، بل هو قوة نفسية ضخمة. فإذا قيل بعد هذا أنه تعمد أن ينسى كبسولة تعمدا، كان ذلك حطة وخسة، بل كان سخفا واستحالة. ولكن هل تعلم؟ لقد خدعنا هيبوليت أمس، إنه ماكر. أنه أنا لم أشاركه في ترتيب حقيبته، لا، ولا رأيت مسدسه في يوم من الأيام. إنه هو الذي حزم كل شيء، لذلك دهشت وتحيرت حين سمعته يزعم ذلك الزعم. تقول فيرا إنك ستسبقه وستبقيه هنا. أؤكد لك أن لا خطر البتة، لا سيما وأننا نراقبه مراقبة دقيقة في كل لحظة. من الذي سهر عليه هذه الليلة؟ كوستيا لبيديف وبرودوفيسكي وأنا. وقد جاء كيلر، لكنه لم يلبث أن ذهب ينام عند لبيديف، إذ لم يكن في غرفتنا مكان يرقد فيه. وهناك إنما بات فردشتينكو كذلك. ثم خرج في الساعة 7، وما يزال الجنرال في بيت لبيديف، والآن خرج هو أيضا. أظن أن لبيديف ينوي أن يجيء إليك بعد هنيها. لقد بحث عنك، لا أدري لماذا، وسأل مرتين أين أنت. أيجب أن نسمح له بالدخول أم يجب أن نطلب منه الانتظار؟ إذا كنت تريد أن ترتاح، أنا نفسي سوف أمضي أنام. ها نعم، يجب أن لا أنسى أن أذكر لك ما يلي. لقد شهدت منذ قليل عملا غريبا من أعمال الجنرال. أيقظني برودوفيسكي قبيل الساعة 6، بل في الساعة 6 تماما، لأبشر نوبتي في القيام على المريض. فخرجت دقيقة، فما كان أشد دهشتي حين التقيت بالجنرال وقد بلغ من السكر أنه لم يعرفني، ولبت جامدا أمامي كأنه وتد مغروس في الأرض. ثم ثاب إلى رشده فانبلى يسألني: كيف حال المريض؟ لقد جئت أسأل عن صحته. فذكرت له كل شيء، فأضاف يقول: هذا كله حسن، ولكنني إنما نهضت من فراشي وجئت خاصة لأنبهك، إذ هناك أسباب تدعوني إلى الاعتقاد بأن من غير الممكن أن يقول كل شيء بحضور فردشتينكو، وأن من الواجب أن يكون المرء على حذر منه. أتفهم هذا يا أمير؟ هل هذا ممكن؟ على كل حال، نحن لا يهمنا ذلك ولا يعنينا. طبعا لا يهمنا ولا يعنينا، فنحن لسنا من الماسونيين الأحرار. حتى لقد أدهشني أن يكون الجنرال قد أراد أن يوقظني هذه الليلة ليقول لي هذا الكلام. تقول أن فردشتينكو خرج؟ في الساعة 7 جاء إلي وأنا قائم على المريض، فذكر لي أنه سينهي ليلته عند فيلكين، إنه سكير مشهور، فليكن هذا.
هيا أنا منصرف، ولكن هذا هو لوكيان تيموفيتش. إن الأمير يريد أن ينام يا لوكيان تيموفيتش. فأجاب لبيديف وهو يحيي بكثير من الاحتفال: لا أكثر من دقيقة واحدة أيها الأمير المعظم، إن الأمر أمر قضية لها عندي شأن هام. كان لبيديف يتكلم بصوت خافت ولهجة رصينة، ولكن صوته ممتلئ بخطورة القضية التي جاء يتحدث فيها. لقد رجع الآن إلى البيت، حتى إنه لم يذهب إلى غرفته بعد، فما يزال ممسكا قبعته بيده، إذ كان وجهه مهموما، وكانت هيئته تعبر عن خطورة الأمر تعبيرا قويا. رجاه الأمير أن يجلس. هل سألت عني مرتين؟ أتراك ما تزال قلقا بسبب حوادث البارحة؟ أأنت تعني موضوع فتى الليلة الماضية يا أمير؟ لا لا، لقد كانت أفكاري مضطربة أمس، أما اليوم فلست أريد أن أعاكس نواياك في أي شيء. أعاكس؟ ماذا قلت؟ قلت أعاكس، هذه كلمة فرنسية كغيرها من الكلمات الفرنسية الكثيرة التي دخلت على لغتنا الروسية، ولكنني لا أحرص عليها حرصا كبيرا. قال الأمير وهو يبتسم ابتسامة خفيفة: ماذا أصابك اليوم يا لبيديف حتى صرت شديد الرصانة كثير الاحتفال إلى هذه الدرجة؟ أراك تتمهل في الكلام، مقطعا كلماتك، وازنا ألفاظك. فاتجه لبيديف إلى كوليا وقال له بلهجة يكاد يكون فيها حنان: نيكولاي أردالوفيتش، علي أن أبلغ الأمير قصة تتعلق خاصة بي. ثم صمت. طيب طيب، فهمت، قضية لا تتعلق بي. إلى اللقاء يا أمير. كذلك قال كوليا وانصرف فورا. مال لبيديف وهو يتابعه بنظره: أحب هذا الصبي حقا، فهو حاد الذكاء سريع الفهم، وهو يقظ النشيط، وإن يكن مزعجا بكثرة إلحاحه. لقد حلت بي مصيبة كبيرة أيها الأمير المعظم، حلت بي مساء أمس أو هذا الصباح في وضح النهار، لا أستطيع أن أحدد الوقت تحديدا دقيقا بعد. ماذا حدث؟ 400 روبل اختفت من الجيب الداخلي من ردائي. ثم أضاف يقول وهو يبتسم ابتسامة مرة: خدعت أيها الأمير المعظم، فقدت 400 روبل، إنها خسارة، لا سيما بالنسبة إلى رجل فقير يعيش من عمله بشرف ونبل. طبعا طبعا، كيف وقع الأمر؟ الذنب ذنب الخمرة. إنني أتجه إليك اتجاهي إلى العناية الإلهية أيها الأمير المعظم، إن مبلغ 400 روبل هذا قد رده إلي مدير في الساعة 5 PM أمس، وعدت إلى هنا بالقطار وكانت محفظة أوراقي في جيبي، فلما خلعت بزتي لأرتدي ردنوجتي وضعت المال في جيب الردنوجة حرصا مني على الاحتفاظ بالمال معي. كنت أنوي أن أسلم المال في السهرة لرجل من رجال الأعمال كما قد طلبه مني، وكنت أنتظر ذلك الرجل. بالمناسبة يا لوكيان تيموفيتش، هل صحيح أنك نشرت في الجرائد إعلانا أنك تقرض مالا برهن أشياء ذهبية أو فضية؟ هذا الإعلان قد تم إرساله بواسطة رجل من رجال الأعمال، فهو لا يحمل اسمي ولا عنواني، وأن مرء لا يملك إلا رأس مال صغير، وقد ازداد عدد أفراد أسرتي، فأظن أنك توافق على أن فائدة شريفة لا يمكن أن تضر في شيء. طبعا طبعا، أنا لم ألقي عليك هذا السؤال إلا من باب العلم بالشيء، اغفر لي أنني قاطعتك. لم يأتي رجل الأعمال الذي كنت أنتظره، ثم جيء إلى هنا بذلك البائس الشقي، وبعد العشاء كنت قد انتعشت، ثم جاء زوارنا فشربنا، ومن سوء حظي أنني أفرطت في المرح. فلما وصل كيلور في ساعة متأخرة من السهرة فأعلن لنا أن اليوم عيد ميلادك وأن علينا أن نقدم شامبانيا. اعتقدت يا عزيزي الأمير المعظم، اعتقدت أنا الذي أملك قلبا لا أقول إنه عاطفي
ولكنني أقول معتزا إنه قلب يعترف بالجميل، وأغلب ظني أنك لاحظت ذلك لأنني أستحق أن تلاحظه. نعم، اعتقدت أن من واجبي أن أخلع ثيابي القديمة البالية وأن أعود أرتدي بزي الرسمية انتظارا للحظة التي أعبر لك فيها عن تهنئتي وأحتفل فيها بعيد ميلادك بمزيد من المهابة والفخامة. ذلك ما فعلته يا أمير، ولا بد أنك لاحظت أنني لبثت مرتديا بزي الرسمي طوال السهرة، ولكنني حين بدلت ثيابي نسيت المحفظة في جيبي ردنوجتي. صدق من قال إذ صدق، إذا أراد الله أن يعاقب أحدا جرده من عقله أولا. وفي هذا الصباح في الساعة 7:30 حين استيقظت من نومي وثبت نحو ردنوجتي كالمجنون، فإذا أنا أجد الجيب خاليا فلا أثر للمحفظة. هذا مزعج. هذه هي الكلمة، مزعج. كذلك قال لي بيديف، ثم أضاف بشيء من المكر، إنك بما تملك من كياسة تتميز بها قد وجدت التعبير المناسب فورا. قال الأمير قلقا بعد لحظة من تفكير، ولكن مع ذلك كيف؟ هذا خطير. تلك هي الكلمة، خطير. لقد جئت يا أمير مرة أخرى بالتعبير الموفق الذي يحدد. ثم توقف عن الكلام. لوكيان تيموفيتش، ما لنا وللكلمات الآن؟ ليست الكلمات هي الأهم. هل تعتقد أن من الجائز أن تكون المحفظة قد سقطت في جيبك دون أن تنتبه أنت إلى ذلك بسبب سكرك؟ جائز، كل شيء في السكر جائز، على حد التعبير الذي استعملته بكثير من الصراحة أيها الأمير المعظم. ولكن أحكم في الأمر بنفسك. لو أنني أسقطت محفظتي في جيبي حين خلعت ردنوجتي لكان يجب العثور على المحفظة في أرض الغرفة. فأين هي المحفظة؟ ألا يجوز أن تكون قد دسستها في درج منضدة؟ نبشت كل شيء، بحثت في كل موضع، ثم إنني لم أضعها في أي مكان ولم أفتح أي درج. أتذكر هذا تذكارا تاما. هل بحثت في الخزانة الصغيرة؟ ذلك أول شيء فعلته. حتى لقد بحثت فيها عدة مرات هذا الصباح. ثم ما الذي كان يمكن أن يدفعني إلى دس المحفظة في الخزانة الصغيرة أيها الأمير المعظم؟ أعترف لك يا لبيديف أن الأمر يقلقني كثيرا. أيكون أحد قد عثر بها إذن على الأرض؟ أو استلها من جيبي؟ ليس هنالك تفسير آخر. هذا يقلقني قلقا شديدا. من ذا الذي يمكنه أن يفعل هذا؟ ذلك هو السؤال. لا شك أن ذلك هو السؤال الأساسي. إنك أيها الأمير المعظم توفق توفيقا مدهشا محكما إلى الكلمات والأفكار والتعاريف التي تصور الوضع. لوكيان تيموفيتش، كفى سخرية، كفى سخرية هنا. صح لبيديف وهو يرفع ذراعيه قائلا، سخرية؟ هيا هيا، طيب لست أزعل، إن اهتمامي منصرف إلى غير هذا تماما. إنني أخشى أن أرى أناسا يتهمون في من تشبه. السؤال محرج جدا ومعقد جدا. لا أستطيع أن أتفهم الخادمة أو أتهمها، فقد لبثت في مطبخها طوال الوقت، ولا يمكن الشك في أولادي أيضا. طبعا ينتج عن ذلك أن الفائل لا يمكن أن يكون إلا أحد الزوار، ولكن هل هذا ممكنا؟ هذا مستحيل استحالة مطلقة، ولكن لا يمكن أن يكون قد حدث غير هذا، وإنني لا أسلم مع ذلك، بل إنني لمقتنع أيضا بأن السرقة إنما تحدث لا في السهرة حيث كان الزوار مجتمعين، بل في ساعة متأخرة من الليل أو حتى عند مطلع الصبح، وأن الشخص الذي ارتكبها هو أحد الذين باتوا ليلتهم هنا. رباه، أنا لا أشك طبعا في برودوفيسكي ولا في نيكولاي أردالونيتش، وهما لم يدخلا علي في كل حال. هذا بديهي، حتى ولو دخل عليك. من بات ليلته عندك؟ نحن أربعة بتنا في غرفتين متلاصقتين، الجنرال
كيلر، السيد فردشتشينكو وأنا. فالفاعل لابد إذن أن يكون أحدنا، تقصد أنه لابد أن يكون أحد الثلاثة، ولكن من هو؟ لقد عددت نفسي بين المعدودين لأكون عادلا ولأضع الأمور في نصابها، ولكنك توافقني يا أمير على أنني لا يمكن أن أسرق نفسي بنفسي. وإن تكن هذه الحالة قد سبق أن شهد مثلها في هذا العالم. صاح الأمير يقول وقد نفد صبره. آه لبيديف، ترترتك مجرة جدا، انتقل إلى الوقائع، لماذا هذه المواربات؟ بقي إذن ثلاثة أشخاص. فلنبدأ أولا بالسيد كيلر، وهو رجل متقلب لا يعرف الاستقرار، وهو رجل سكير مدمن على الشراب، وهو في بعض الأحوال يوصف بأنه ليبرالي فيما يتعلق بمسألة الجيوب، هذه على الأقل. والأولى على كل حال أن يوصف بأن طبعه يشبه طبع فارس من العصر القديم أكثر مما يشبهه طبع ليبرالي من الزمان الحاضر. لقد قضى النصف الأول من الليل معنا في غرفة المريض، ثم لم يبارحنا إلا في ساعة متأخرة بحجة أنه لا يستطيع أن ينام على الأرض. هل تشتبه فيه؟ اشتبهت فيه، وحين وثبت عن فراشك المجنون بعد الساعة السابعة ولطمت جبيني، مضيت على الفور أوقظ الجنرال الذي كان ينام نوما هادئا بريئا. فلما تأملنا أنا والجنرال في أمر اختفاء فردشتشينكو، ذلك اختفاء الغريب، وهذا أمر خليق وحده بأن يثير فينا الشبهات والشكوك، قررنا كلانا أن نفتش كيلر الذي كان راقدا مثل مسمار تقريبا. نبشنا جيوبه نبشا دقيقا فلم نجد قرشا واحدا، حتى إن جميع جيوبه كانت مثقوبة لا يستثنى منها جيب واحد. وعثرنا في أحد الجيوب على منديل من قطن أزرق ذي مربعات يأنف المرء من أن يشيله بملقط، ووجدنا رسالة غرام من خادمة ما فيها مطالب بمال وفيها تهديد، ووجدنا صفحات من المقالة التي تعلم من أمرها ما تعلم. ذلك كل ما وجدناه. فقرر الجنرال كيلر أنه بريء، ومن أجل أن نزيد الأمر وضوحا أيقظنا الرجل من نومه ولقينا في إيقاده بعض العناء. فلما بسطنا له القضية لم يكد يفهم عما نتكلم، قال أمامنا فاغر الفم، ثمل الهيئة، غبي الوجه، بريء النظرة، ليس هو الفاعل إذن. صح الأمير يقول وهو يتنفس الصعداء فرحا. آه ما أعظم سروري، كنت خائفا عليه. قال لبيديف غامزا بمكر، كنت خائفا عليه؟ أكان هناك إذن أسباب تدعوك إلى الخوف عليه؟ فأجاب الأمير لا لا، فإنما أنا قلت هذا بغير تفكير، لقد عبرت عن تفكيري تعبيرا أحمقا أخرق حين قلت إنني كنت خائفا عليه. أرجوك يا لبيديف أن لا تنقل كلامي هذا إلى أحد. أمير أمير، سوف يبقى كلامك مدفونا في قلبي، في القاع من قلبي، هو من قلبي في القبر. كذلك قال لبيديف بمهابة وجلال ضاغطا بقبعته على صدره. فسأله الأمير طيب طيب، هل الفاعل إذن هو فردشتشينكو؟ أقصد هل تشتبه في فردشتشينكو؟ فأجاب لبيديف خافضا صوته محدقا إلى الأمير، هل هناك من يمكن أن أشتبه فيه غيره؟ نعم طبعا من يمكن الاشتباه فيه غيره، ولكن أين الأدلة؟ الأدلة موجودة أولا، اختفاؤه في الساعة السابعة أو حتى قبل الساعة السابعة من الصباح. أعلم، لقد حكى لكوليا أن فردشتشينكو قد دخل عليه ليبلغه أنه سوف ينهي ليلته عند، نسيت الاسم، المهم عند أحد أصدقائه فيليكين. إذن سبق أن حدثك نيكولاي أردالينيتش عن هذا الأمر، لم يقل لي عن السرقة شيئا، هو لا يعلم بها لأنني أكتم الأمر الآن. إذن ذهب فردشتشينكو إلى عند فيليكين، لا غرابة في أن يذهب سكير إلى سكير حتى في مطلع الصبح بدون أي داع، أليس كذلك؟ ولكن هنا يرتسم مسار يمكن اقتفاؤه، إن فردشتشينكو حين انصرف
قر ذكر المكان الذي كان ذاهبا إليه. اصغي إلي يا أمير وتابع سير تفكيري. لماذا فعل فردشتينكو ذلك؟ لماذا تعمد أن يدخل على نيكولاي أردالينوفيتش رغم أن الطريق إليه فيه دورة طويلة ليبلغه أنه سيختم ليلته عند فيليكين؟ من ذا الذي يهمه أن يعرف أنه خارج وأنه ذاهب خاصة إلى فيليكين؟ لماذا الإبلاغ عن هذا؟ لا لا، إن ذلك شطارة للص. ذلك معناه انظروا إنني لم أحاول إخفاء أثري، فكيف يمكن بعد ذلك أن تنصب علي شبهة سرقة؟ هل يدل سارق على المكان الذي يذهب إليه؟ هذه زيادة في الإحتياط والحذر لتحويل الأنظار وصرف الشبهات ومحو آثار الخطوات على الرمل إن صح التعبير. هل فهمت عني يا أميري المعظم؟ فهمت جيدا، ولكن هذا دليل واهن كل الوهن. إليك دليلا آخر، لقد ظهر أن المسار كاذب وأن العنوان الذي تركه فردشتينكو غير صحيح، فلقد ذهبت أقرع باب فيليكين بعد ساعة، أي في الساعة الثامنة. إنه يسكن هنا في الشارع الخامس، وأنا أعرفه على كل حال. لم أجد عنده فردشتينكو. صحيح أنني استطعت أن أعلم من خادمة صماء كأنها جرة ماء أن أحدا قد جاء منذ ساعة فعلا، وأنه بذل جهودا كبيرة ليدخل حتى خلع الجرس، ولكن الخادمة لم تفتح الباب، إما لأنها لم تشأ أن توقد فيليكين، وإما لأنها لم تستطب أن تنهض عن سريرها. إذ هذا واضح، هذه براهينك كلها؟ إنها قليلة. حول من يمكن أن تحوم شبهاتي يا أمير؟ ختم ليبيديف كلامه بلهجة فيها مراعاة شديدة وبصوت يوشك أن يكون دامعا، ولكن على ابتسامة لا تخلو من بعض المكر. قال الأمير مهموم الهيئة بعد لحظة من تفكير: يجب عليك أن تفتش الغرف والأدراج تفتيشا جديدا. فقال ليبيديف متناهدا معبرا بوجهه عن مزيد من التأثر: فعلت. فهتف الأمير يقول وهو يضرب المائدة غضبا: هم، ولكن لماذا خلعت رجونتك؟ قال ليبيديف: هذا سؤال مستمد من مسرحية هزلية قديمة، ولكنني أرى أيها الأمير المعظم المبجل أنك تسرف في التألم لمصيبتي. أنا لا أستحق كل هذا، أقصد أنا لا أستحق هذا وحدي، على أنني أرى أنك تتألم للجاني أيضا، لذلك الرجل التافه الذي يسمى فردشتينكو. فقطعه الأمير يقول ذاهلا مستاء: نعم فعلا، لقد ملأت نفسي هما. الخلاصة، ماذا تنوي أن تفعل؟ إذا كنت مقتنعا هذا الاقتناع كله بأن فردشتينكو هو الجاني، قال ليبيديف وهو يتلوى ويتعفف ويصطنع لهجة ما تنفك تزداد امتلاء بالتأثر والعاطفة: يا أمير، أيها الأمير المعظم، من ذا الذي يمكن أن أتهمه سواه؟ يستحيل أن ينصرف التفكير إلى شخص آخر، واستحالة الاشتباه في أي إنسان عدا فردشتينكو هي في ذاتها قرينة أخرى تشير إلى أن هذا هو الجاني. ذلك دليل ثالث، ذلك أنني أكرر هذا السؤال: من ذا الذي يمكن اتهامه عداه؟ إنني لا أستطيع الاشتباه في السيد برودوفيسكي. دعك من هذا السخف. لا، ولا الجنرال. هذه أيضا حماقة، قال الأمير هذه الجملة الأخيرة بلهجة تكاد تشتمل على غضب، وانقلب على مضجعه إلى الجهة الأخرى متململا نافذ الصبر: هي حماقة طبعا. هي، ما أغرب شأن هذا الجنرال، لشدة ما أضحكني. لقد ذهبنا قبل قليل نبحث عن فردشتينكو عند فيليكين، يجب أن أقول لك إنه كان أشد دهشة مني حين مضيت أوقظه بعد أن تبين لي ضياع المال، فسرعان ما انقلبت سحنته وتبدل وجهه، فاحمر ثم اصفر، واستبدت به آخر الأمر نوبة نبيلة من الاستياء والغضب.
صحيح أنه لا ينفك يكذب ضعفا، ولكنه إنسان رفيع العواطف سامي المشاعر، وهو إلى ذلك يبلغ من الغباء والبراءة ما يجعل المرأة يمحضه ثقته كاملة لا تشوبها شائبة من شك. سبق أن قلت لك أيها الأمير المعظم إنني لا أستلطفه فحسب، بل أحمل له عاطفة طيبة ومحبة كبيرة. لقد وقف في وسط الشارع على حين فجأة وفتح رداءه وكشف لي عن صدره قائلا: فتشني. لقد فتشت كيلر، فلماذا لا تفتشني؟ إن العدل يوجب ذلك. وكان الذراع هو ساقاه ترتجف، وكان وجهه شديد الشحوب حتى لا يشعر الناظر إليه بخوف. أخذت أضحك وقلت له: اسمع يا جنرال، لو قال هذا الكلام أحد عنك لبادرت أقطع رأسه بيدي ثم أضعه على طبق كبير وأمضي أعرضه بنفسي على جميع أولئك الذين يمكن أن يشتبهوا فيك، قائلا لهم: هل ترون هذا الرأس؟ إنني مستعد لأن أقدمه رهنا على أن الجنرال صادق لا يكذب، بل إنني مستعد لأن ألقي بنفسي إلى النار في سبيله. فما كان من الجنرال إلا أن ارتمى بين ذراعي، ونحن ما نزال في وسط الشارع ندرف بضع عبارات، وبلغ من قوة شدي إلى صدره معانقا أنني كدت أختنق من نوبة السعال، إذ قال لي: أنت الصديق الوحيد الذي بقي لي فيما أنا فيه من شقاء، إنه إنسان حساس جدا، قد انتهز الفرصة طبعا ليقص علي أثناء الطريق حكاية تتفق وهذه المناسبة. فقال إنه قد اتهم ذات يوم أثناء شبابه بأنه سرق 500,000 روبل، لكنه في غداة ذلك اليوم نفسه رمى نفسه في لهب منزل يحترق، فأنقذ الكونت الذي كان قد اتهمه، وأنقذ في نفسه نينا ألكسندروفنا التي كانت في ذلك الأوان فتاة لم تتزوج، وقد عانقه الكونت وقبله. وفي أعقاب هذا الحادث إنما تزوج نينا ألكسندروفنا. أما المال المفتقد فقد اكتشف في اليوم التالي بين أنقاذ المنزل المحترق داخل علبة حديدية كان مودعا فيها. إن تلك العلبة الحديدية، وهي صناعة إنجليزية ذات قفل خفي، كانت قد اندست تحت أرض الغرفة لا يدري أحد كيف، فلم يكن يمكن العثور عليها إلا بعد الحريق. القصة ملفقة طبعا، ولكن هذا لا ينفي أن عينه قد دمعتا حين جاء على ذكر نينا ألكسندروفنا. إنها امرأة محترمة جدا، نينا ألكسندروفنا هذه، رغم أنها غاضبة مني وحاقدة علي. أليس لك بها صلات؟ تقريبا، ولكنني أتمنى أن تكون لي بها صلة، ولو لأبرع نفسي في نظرها. إن نينا ألكسندروفنا حانقة علي، لأنها تظن أنني أدفع زوجها الآن إلى الإدمان على السكر، والحق أنني لا أحضه على الفساد بل أصده عنه، ولعلني أقيم من رفاق السوء وأجنيه مزالق بيئة خطرة. هذا وإنني أعده صديقا، وأعترف لك بأنني لن أهجره بعد اليوم أبدا، ولأذهبن إلى حيث يذهب، لأنه لا سبيل إلى التأثير فيه إلا بالعاطفة. لقد انقطع الآن عن التردد إلى صاحبته الكابتينة انقطاعا تاما، وإن يكن في سره يحترق شوقا إلى الذهاب إليها، حتى إنه في بعض الأحيان يتنهد تنهدا قويا، بل يئن أنينا حيث يفكر فيها، ولا سيما في الصباح حين يقوم من فراشه ويضع قدميه في حذائيه. لا أدري لماذا يستبد به هذا الأمر في تلك اللحظة بعينها، والبلية أنه لا يملك قرشا واحدا، وهو لا يستطيع أن يذهب إليها بغير مال. ألم يسألك أن تنفحه بعض المال أيها الأمير المعظم؟ لا، لم يسألني شيئا، إنه متحرج، كان يريد أن يطلب منك مالا، حتى لقد اعترف لي بأنه ينوي مضايقتك بهذا الأمر، ولكنه لم يجرؤ، لأنك أقرضته منذ مدة قصيرة، فقدر أنك ربما رفضت إقراضه ثانية. لقد أفضى إلي بهذا إفضاء صديق يبوح لصديقه بما في نفسه. وأنت ألا تعطيه مالا؟ لا يا أمير،
أيها الأمير المعظم، أنا مستعد لأن أعطي هذا الرجل لا مالا فحسب، بل حياتي أيضا إن صح التعبير. حيث أقول حياتي فإنني أبالغ، ولكنني مستعد في سبيله لأن أتحمل الحمى وأن أتحمل دملا أو زكاما، هذا طبعا إذا كان ثمة حاجة مطلقة إلى ذلك. إنني أعده رجلا عظيما، ولكنه إن حدر وهوى، هذا رأيي. فمن باب أولى إن كان الأمر أمر مال. إذن فأنت تعطيه مالا؟ لا أعطيه مالا، لم أعطيه مالا، وهو يعرف أنني لن أعطيه، ولكنني لا أمنع عنه المال إلا لهدف واحد، هو أن أحمله على الاعتدال وأن أصلح ما فسد من شأنه. إن الفكرة الثابتة التي تستبد به الآن هي أن يصحبني إلى بيترسبورغ في رحلتي التي ألاحق فيها السيد فيردشتينكو، لاعتقادي بأنه هناك حتما. فالجنرال يغلي ويفور الآن، لكنني أتنبأ بأنه متى وصل إلى بيترسبورغ سيتركني ليمضي إلى صاحبته أرملة الكابتن. أعترف لك بأنني سأدع له عامدا أن ينصرف، وبأننا متفقان على أن نفترق متى وصلنا إلى بيترسبورغ، ليكون حظنا في النجاح في التقاط فيردشتينكو بطرق مختلفة ووسائل شتى أكبر. سأدع له إذن أن ينصرف، ثم أسقط عليه عند أرملة الكابتن على حين فجأة متلبسا بالجرم المشهود، لأنني أنتوي خاصة أن أخجله من نفسه، مذكرا إياه بواجباته كرب أسرة وبكرامته كإنسان عامة. قال الأمير بصوت خافت وقد استولى عليه قلق شديد: ولكن لا تحدث ضجة يا ليبيديف، لا تحدث ضجة، نشدتك الله. لا إنني لا أقصد إلا أن أخجله وأن أرى كيف يكون وجهه حين ذاك، لأن الرجل يمكن أن يكشف عن أشياء كثيرة أيها الأمير المعظم، ولا سيما في رجل مثله. يا أمير، مهما تكن مصيبتي الآن كبيرة، فإنني لا أستطيع حتى في هذه اللحظة أن أمتنع عن التفكير فيه وفي إصلاحه. لي رجاء كبير أريد أن أتقدم به إليك أيها الأمير المعظم، حتى إنني أعترف لك بأن هذا هو السبب الذي حضني على المجيء إليك. إنك تعرف أسرة الجنرال، حتى لقد أقمت عندهم، فليتك تقبل أيها الأمير المعظم أن تيسر لي عملي وتسهل علي مهمتي في سبيل مصلحة الجنرال وسعادته لا أكثر. قال ليبيديف ذلك وهو يضم يديه إحداهما إلى الأخرى على وضع الضراعة والابتهال، إذ قال الأمير: ما الأمر؟ في أي شيء أستطيع أن أساعدك؟ ثق أنني أتمنى جدا أن أفهم فكرتك وأن أدرك ما يدور في ذهنك يا ليبيديف. إن ثقتي هذه وحدها هي التي قادتني إليك. إن في إمكاننا أن نعمل بواسطة نينا ألكسندروفنا لنحيط صاحب السعادة الجنرال برقابة محكمة متصلة في منزله نفسه. يوسفني أنني لست على صلة. ثم إن نيكولاي أرداليونوفيتش الذي يحبك حبا يبلغ العبادة إن صح التعبير، ويتعلق بك تعلقا فيه كل ما في سنه الشابة من حرارة وحمي، يستطيع أن يساعدنا ولا شك. لا أن نقحم نينا ألكسندروفنا في هذا الأمر، وقانا الله شر ذلك. لا، ولا نقحم فيه كوليا، ولكن لعلني لم أنفذ إلى فكرتك بعد يا ليبيديف. صح ليبيديف قائلا وهو يثب عن كرسيه: لا شيء يحتاج إلى نفاذ، ما نحن في حاجة إلى أكثر من العطف عليه والرأفة في معاملته، ذلك هو كل الدواء اللازم لمريضنا. هل تسمح لي يا أمير أن أعده مريضا؟ هذا يدل على طيب قلبك وسداد رأيك. سأستعين في شرح رأيي بمثال مستمد من المشاهدة التماسا لمزيد من الوضوح. إنك ترى أي إنسان هو على هذا الرجل. إن ضعفه الوحيد الآن هو ذلك التعلق الشديد بأرملة الكابتن التي لا يمكن أن يذهب إليها بغير مال، والتي آمل أن أفاجئه عندها هذا اليوم نفسه في سبيل خيره. بل فلنفرض أنه لا يوصم بهذا الضعف وحده،
وإنما هو متهم بارتكاب جريمة أو بمقارفة فعل مناف للشرف، مع أنه لا يمكن أن يفعل شيئا من هذا البتة. أنا أقول حتى في هذه الحالة إن في إمكاننا أن نصل به إلى كل ما نبغيه من خير، لأننا نستطيع أن نشيد فيه مشاعر الحنان النبيل وعواطف الرقة الرفيعة، فهو إنسان حساس إلى أبعد الحدود. صدقني إذا قلت لك إنه لن يصمد 5 أيام، ثم إذا هو يأخذ يتكلم ويعترف بكل شيء دارفا أحر الدموع، ولا سيما إذا خاطبناه بمهارة ونبل في آن واحد. وإذا استطعتم أنت وأفراد أسرته أن تراقبوا خطاه إن صح التعبير، وأن ترصدوا جميع حركاته وسكناته. ثم قال لبيديف منتفضا عن كرسيه كأنما هبط عليه وحي مفاجئ: أنا لا أجزم طبعا أنه هو بغير شك، وما أزال مستعدا لأن أسفح في سبيله كل دمي على الفور، ولكن لا شك في أنك توافقني على أن الفجور والسكر وأرملة الكابتن، أن ذلك كله مجتمعا يمكن أن يمضي به إلى بعيد جدا. قال الأمير وهو ينهض: ما زلت مستعدا لأن أساعدك في هذه القضية بطبيعة الحال، لكنني أعترف لك يا ليبيديف أن في نفسي خشية رهيبة. عجيب أمرك، إنك لا تزال تقدر أن أقصد إنك تقول أنك نفسك إن اشتباهك ينصرف إلى السيد فيردشتينكو، أليس كذلك؟ ففي من أشتبه إذن إذا لم أشتبه فيه؟ أيها الأمير المخلص الصادق، في من أشتبه إذن؟ كذلك عاد يقول ليبيديف مبتسما ابتسامة عذبة ضاما يديه إحداهما إلى الأخرى برقة وملاطفة. فاكفخر وجه الأمير ونهض، ثم قال: إنك لا تعرف يا لوكان تيموتوفيتش أن الظن الخطأ في مثل هذه الأحوال شيء فظيع. إن فيرديشينكو هذا، أنا لا أريد أن أقول فيه سوءا، ولكن فيرديشينكو هذا، من يدري، ربما كان هو الفاعل، أقصد ربما كان أقدر من غيره على فعل هذا الأمر دون تورع. حملق ليبيديف بعينيه وأرهف السمع بأذنيه، وكان الأمير يزداد وجهه إربدادا، وكان يدرع الغرفة طولا وعرضا محاولا ألا ينظر إلى محدثه، ثم قال وقد تفاقم ارتباكه: هل تعلم؟ لقد قيل لي عن السيد فيردشتينكو أنه عدا ذلك قد يكون رجلا ينبغي للمرء أن يحذره، فلا يقول بحضوره شيئا أكثر مما يجب أن يقال. هل فهمت؟ أنا أنقل إليك هذا الكلام لأن السيد فيردشتينكو قد يكون بالفعل أقدر من غيره على أن، فأنا أنقل إليك هذا الكلام اتقاء لارتكاب خطأ، ذلك أن هذا هو الشيء الأساسي. هل فهمت؟ قال ليبيديف سائلا باهتمام قوي: ولكن من ذا الذي ذكر لك هذه الملاحظة عن السيد فيردشتينكو؟ همس لي أحدهم بها عرضا، وأنا على كل حال لا أصدق من ذلك شيئا، وإنه لا يسوءني أني وجدت نفسي مضطرا إلى أن أنقل إليك ذلك الحديث. أؤكد لك أنني لا أولي هذا الكلام أي ثقة، فهو لا يعدو أن يكون من باب الأقاويل السخيفة. ما كان أغباني حين نقلته، قال ليبيديف وهو يرتجف من شدة الانفعال. هذا أمر هام جدا يا أمير، هام جدا الآن، لا فيما يخص السيد فيردشتينكو، بل من جهة المصدر الذي وصل منه هذا الأمر إلى علمك. كان ليبيديف وهو يقول هذا الكلام يركض حول الأمير جاهدا أن يوفق بين خطوة وخطوة، وتابع يقول: إليك يا أمير ما يجب علي أن أطلعك عليه الآن. في هذا الصباح بينما كنا ذاهبين معا أنا والجنرال إلى ذلك الرجل الذي يسمى فيليكين، أخذ الجنرال بعد أن حكى لنا قصة الحريق تلك، أخذ يطلق على حين فجأة غمزات في حق السيد فيردشتينكو، وكان ما يزال يرتعش استياء بطبيعة الحال، لكن الكلام الذي قاله في حق فيردشتينكو قد بلغ من التفكك والاضطراب أنني لم أستطع أن أمنع نفسي من إلقاء بعض الأسئلة عليه، فأقنعتني أجوبته،
بأن جميع تلك المعلومات التي أوردها صاحب السعادة الجنرال إنما لفقها واخترعها هو نفسه، تلك ثمرة من ثمرات حبه للكلام والإفصاح والبوح. فهو إذن كذب، لا يكذب إلا لأنه لا يستطيع أن يكظم ميله إلى الإفصاح عما يعتمل في قلبه. وإني لألقي عليك الآن هذا السؤال طالبا أن تقضي في الأمر بنفسك. إذا كان الجنرال قد كذب، وهذا ما أنا مقتنع به، فكيف أمكن أن تصل كذبته إلى مسمعك؟ لاحظ يا أمير أن ذلك الحديث إنما كان ابن لحظته، إنما كان من وحي تلك اللحظة، فمن ذا الذي أمكنه أن يطلعك عليه؟ هذه نقطة هامة إن صح التعبير. كوليا هو الذي نقل إلي ذلك الكلام، والملاحظة ذكرها له أبوه الذي صادفه في حجرة المدخل بين الساعة 6 والساعة 7، بينما كان خارجا لا يدري أحد لماذا. قال لبيديف وهو يفرك يديه سرورا ويضحك ضحكا صامتا: آه، هذا ما يصح أن يسمى أثرا يجب اقتفاؤه، ذلك ما كنت أقدره. معنى ذلك أن صاحب السعادة الجنرال في الساعة 6 من الصباح قد قطع نومه البريء خصيصا ليمضي ليوقظ ابنه الحبيب ويبلغه أن صحبة السيد فيردشتشينكو تعرض المرأة لخطر خارق. فما أكبر خطر فيردشتشينكو بعد ذلك في نظر الابن، وما أعظم العناية الأبوية التي يظهرها صاحب السعادة. هي، قال الأمير قلقا أشد القلق: اسمع يا ليبيديف، اسمع، يجب أن تعمل برفق وهدوء، لا تحدث ضجة، أرجوك يا ليبيديف، أدرع إليك، فإذا تقيدت بهذا الشرط فيمينا لأساعدنك، ولكن يجب أن لا يعرف شيئا أي إنسان، أي إنسان. هتف ليبيديف يقول بإلهام حاسم ونشوة كبرى: ثق أيها الأمير المخلص أن هذا كله سيدفن في قلبي النبيل دفنا، يجب أن نسير متكاتفين بخطى لا يسمع لها صوت. نعم، متكاتفين بخطى لا يسمع لها صوت. إنني مستعد لأن أهب دمي كله أيها الأمير المعظم، إن لي نفسا خسيسة وفكرا منحطا، ولكن أسأل أي إنسان منحط، بل اسأل أي وغد حقير، أهو يفضل أن يتعامل مع وغد من نوع، أم هو يؤثر أن يتعامل مع إنسان مثلك يتمتع بكمال النفس وعظمة القلب؟ أيها الأمير المخلص، فسوف يجيبك بأنه يفضل الثانية. هنا إنما تنتصر الفضيلة. أستودعك الله أيها الأمير المبجل بخطى ليس لها صوت، بخطى ليس لها صوت، متكاتفين.